مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. زارت لاعبة المنتخب الجزائري لكرة القدم عبلة بن سنوسي البقاع المقدسة، وهذا لتأدية مناسك العمرة، ويذكر أن نجمة الخضر تنشط مع نادي الأهلي في الدور السعودي. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.